الشاهد السابع: بقية الله خير لكم، بقية الله خير لكم. قال الله العليم الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. طبعا الكلام والشاهد هذا في سورة هود من الآية الأولى إلى الآية 122. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ويستخلف، التفت جيدا العنوان، بقية الله خير لكم. إذن في محكم كتابه الكلام عن هود عليه السلام، قال الله في محكم كتابه على لسان هود: ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أقول ما هذه الناقة حتى ينزل الله تعالى عقابه، ما هذه الناقة حتى ينزل الله تعالى عقابه وعذابه على ثمود قوم صالح. وقد عقرها رهط منهم، لكن الصيحة والعذاب شملت جميع الظالمين، جميع الكافرين، جميع المنحرفين، جميع المتخلفين. أقول فهل لعاقل أو إنسان سوي يقول إن الناقة صالح أو إن فصيل ناقة صالح، إن الناقة صالح أو فصيل ناقة صالح أهون على الله من سبط رسول الله وابن بضعته الحسين سيد شباب أهل الجنة؟ هل يوجد عاقل يقول هذه أهون على الله من الحسين عليه السلام؟ لا يوجد عاقل بأن يقول هذه أهون على الله من الحسين عليه السلام. أقول فما هو نوع العذاب، فما هو نوع العقاب العذاب الذي يستحقه القوم الذين قتلوا والذين يقتل بينهم ابن بنت نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد أجل قوم صالح، كم أجل؟ وقد أجل قوم صالح 3 أيام. فكم كان ويكون انتظار وتأجيل، فكم كان ويكون انتظار وتأجيل قوم محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ سؤال استفهام ينتظر الجواب، ينتظر التفكير والتدبر في الإجابة. نكمل النص. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم
وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ما هو العنوان عندنا العنوان للشاهد السابع بقية الله خير لكم من هنا اقتبسنا العنوان إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب التفتوا إلى الانتظار إلى الارتقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون صدق الله العلي العظيم.